ألمانيا آخر دولة تعترف بالمجلس الانتقالي الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، ما يمثل دعما لقادة ليبيا الجدد على إدارة البلاد إذا سقط نظام معمر القذافي. الاعتراف الألماني جاء خلال زيارة لوزير الخارجية الألماني إلى مدينة بنغازي في الشرق الليبي. نعتقد أن العمل الحقيقي سيبدأ في مرحلة ما بعد القذافي. من الضروري جدا إعادة بناء البلاد حتى يخلق مستقبل أفضل للشعب الليبي. ميدانيا احتدمت المعارك غربية مدينة مصراتة، حيث تعرض الثوار إلى قصف الكتائب القذافي الأمنية المكثف بواسطة المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ على الخطوط الغربية من مدينة دفنية، ما أدى إلى مقتل 2 من الثوار وجرح 12 شخصا آخرين. كما قصفت قوات القذافي مصفاة نفطية بالقرب من ميناء مصراتة، ما أدى إلى توقف الإنتاج فيها، في وقت تقدم الثوار على خطوط الجبهة غربا في اتجاه مدينة زليتن الساحلية.